برنامج المرأة الحائض في رمضان. يمكنك إجابة المؤذن والترديد مع الأذان. يمكنك قراءة أذكار الصباح وأذكار المساء. يمكنك اغتنام الساعات التي تقضيها في المطبخ في كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء. يمكنك الاستماع إلى القرآن أو المحاضرات من خلال الموبايل في المطبخ. يمكنك الإكثار من الدعاء والاستغفار في وقت الغروب، احتساب الأجر والثواب عند إعداد سفرة الإفطار وتحضير طعام السحور. وتعرفين أنه من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فاجعليها نيتك واحتسبي وقتك الذي تقضينه في المطبخ لله فتؤجري. وتذكر الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهم الذين قاموا على خدمة الصائمين، فقد حصل لهم الثواب والأجر العظيم. ويمكنك الدعاء والذكر والاستغفار في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل. أختي المسلمة، لا تضيعي هذا الأجر العظيم، لا تفوتي هذه الفرصة الثمينة. اغتنمي دقائق هذا الشهر الكريم فيما ينفع، واستشعري بروحانية هذا الموسم، واغتنم الساعات التي تقضينها في المطبخ، وحافظي على استمرار العبادة والطاعة في الأيام التي لا صلاة ولا صيام عليك. لا تحزني، لا تصابي بالفتور، ارفعي من همتك واجعلي نيتك نية أرفع وأسمى. لا تبتئسي بسبب العذر الشرعي، فلديك وسائل كثيرة ومتنوعة للحصول على الأجر والثواب العظيم. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم من رمضان، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه.